الوالد كان ينقل هذه القضية، يقول واحد يعمل في شركة من شركات النفط، شركة حكومية، ذكر لي أنه أكو واحد عندنا في شركة النفط، هذا رجل مو مسلم ولكن هواية لين كلش ملائم. الوالد يقول أنا قلت له اعتني به، قال أشوف. يقول جاء بهذا الرجل، تبين أنه من الصابئة، الصابئة لهم عقائد معينة، مثلا من جملة عقائدهم أنهم يعتقدون بوجود سبعة آلهة، بدل الإله الواحد أكو سبعة آلهة، وواحد من هؤلاء الآلهة هو فرعون، هذا واحد من آلهتهم فرعون موسى. يقول جاء هذا الرجل وبحثت معه حول الإسلام وحول التشيع إلى أن اقتنع، فأعلن إسلامه وإيمانه، أصبح مسلما ومؤمنا. الحكومة محاربته وفصلته عن شركة النفط، وزوجته حاربته وعشيرته حاربوه، ولكنه ثبت، أولاده كلهم أسلموا. بعدين بعد فصله عن شركة النفط راح وأخذ يتجر ويكتسب، وتحسنت حالته أفضل. هو كان يقول هذا عطاء الله لي، هذا تعويض من الله لي. الوالد يقول في يوم من الأيام بالمناسبة كنت أذكر له أنه الطفل عندما يولد يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى أذان وإقامة، طفل عمره أيام، عمره يوم واحد. يقول هو كلش أبدى تعجبه، أخذ يتعجب من هذا الحكم، فأنا ظنيت أنه لا يفهم هذا الحكم، يعني شنو هذا الحكم، طفل لا يعقل، شنو معنى الأذان والإقامة في أذنه. فقلت له هل تتعجب من هذا الحكم؟ قال لا ما أتعجب، وإنما أعجب بهذا الحكم، إعجاب مو تعجب، انبهار بهذا الحكم. فقلت له وكيف؟ قال في الواقع أنا عندما ولدت هذا الرجل الصابي، الصابئة معروفين بتعصبهم الشديد جدا، كلش متعصبين. يقول في جوار بيتنا كان أكو عالم من علماء أهل البيت صلوات الله عليهم، أمي أخذتني وودتني إلى ذاك العالم، فأمي تقول لي أن العالم أخذك وشور في إذانك، أخذ يهمس في إذانك، في أذنك اليمنى وفي أذنك اليسرى. هي ما تفتهم شنو قال هذا العالم، يقول شور في إذانك وما أدري شنو قال. أنا من بداية طفولتي أشعر بحنين إلى الإسلام، آبائي، أمهاتي، عشيرتي، أقربائي كلهم متعصبين، كلهم ضد المسلمين، كلهم معاندين، لكن أنا أشعر بحنين، أشعر بشوق عندما أشوف المسلمين أفرح، أتقرب إليهم. الآن أنت عندما ذكرت لي هذا الحكم فهمت ما الذي قال ذلك العالم. هذا العالم أخذ هذا الطفل الصابئ وأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى، هذا هو السر حنيني إلى الإسلام من أيام الطفولة. يعني لاحظوا حقيقة هذه الدقة، الدقة اللي الإسلام لاحظها في تربية الطفل من اليوم الأول. واحد يهتم بالطفل، بسيره، بنومه، بيقظته، بتعليمه، بتعلمه. الآن في العطلة الصيفية واحد ما يترك أولاده هالشكل، وإنما يضعهم في الدورات الدينية، يضعهم في المجامع الدينية، يجيب إلى الحسينية والمأتم والإقراية، يلبسه السواد، يقول له من هو الحسين صلوات الله عليه، حتى
ينمو في هذا الإطار. لذلك حقيقة مسؤولية الآب ومسؤولية الأم جدا عظيمة. هذا دا يبني هذا الطفل، دا يبرمج هذا الطفل. برمجة يعني شنو؟ يعني أنتوا عندما تأخذون جهاز من هاي الأجهزة الحديثة تبرمجوا، هذا يبقى 40 عام 50 عام مبرمج على الأسلوب اللي أعطيته. الطفل لم يبقى مبرمج. إحنا الآن صنيعة آبائنا وأمهاتنا حقيقة. نحن الآن المحيط إلى أثر، إلى أصدقاء لهم أثر، التربية الذاتية إلها أثر، ولكن المنح العام، الاتجاه العام، إحنا صنيعة آبائنا وأمهاتنا. نقوم لصلاة الليل لو ما نقوم، تشوف واحد يقوم لصلاة الليل، هذا في الواقع تأثير الأب أو الأم. كلمة من أبوه، كلمة من أمه، موقف من أبوه، موقف من أمه، هذا باقي إلى آخر حياته. نستيقظ لصلاة الصبح أو ما نستيقظ، هذا أثر تربيتنا الأولى. شلون آبائنا وأمهاتنا قومونا؟ قومونا لصلاة الصبح، نقوم لصلاة الصبح. قومونا أول الوقت، نقوم أول الوقت. أهملونا، تركونا، ما اهتموا بينا، قومونا عندما الشمس طالعة عيفة. هذا طفل، هذا صغير، هاي طفلة ما تفتهم. هذا يبقى إلى آخر عمره يعاني هذه المشكلة، ما يقوم لصلاة الصبح، صعب عليه يقوم لصلاة الصبح. نحن في الواقع في اتجاهنا، في مواقفنا، في كلماتنا، في أسلوبنا في الحياة، عادة غالبا صنايع آبائنا وأمهاتنا. لذلك حقيقة الأب والأم جدا يجب أن يواظبوا على أولادهم وبناتهم. الموقف، موقف الزوج تجاه زوجته، الكلمة التي يقولها الزوج لزوجته. أكو بعض الأطفال يتلفظون بألفاظ غير لائقة. منين ماخذين هذا؟ كثير ما يأخذون من آبائهم وأمهاتهم. يتحول إلى رجل كبير محترم في المجتمع، له شخصية، يتكلم بكلمات غير لائقة. أكو عوائل يتكلمون بكلمات غير لائقة، حتى كبارهم، الآباء، الأمهات، أمام الأغيار، مو أمام الأغيار. ليش؟ هذا آثار الطفولة. من هو طفل علموه هذه الكلمات، علموه هذه الحالة، نما على هذه الحالة. هذه الكلمة اللي يقولها الأب للأم أمام الطفل، هاي مؤثرة في هذا الطفل. هاي الكلمة اللي الأم تقولها أمام الأب مؤثرة على هذا الطفل. ما الذي تقوله؟ حقيقة الآن هواية المهمة أشق وأشد. قبل جرايد ما كانت، الآن الجرايد. شنو أكو في الجرايد؟ الصور الموجهة للأفراد، توجيه غير أخلاقي. هذا الطفل كله يفتح عينه على شنو؟ على هذه الصور، على هذه القضايا. قبل ما كانت مجلات، الآن أكو مجلات. قبل ما كانت تلفزيونات، الآن أكو تلفزيونات. قبل ما كانت هذه الوسائل الأخرى، هذه القنوات الفضائية وغير الفضائية، الآن موجودة. هذا كل عقلية الطفل تحشى بهذه المعلومات. الأب هنا مسؤوليته أكبر، الأم هنا مسؤوليتها أكبر. لازم واحد يربي، يعلم. عندما تقعد على المائدة قل للطفل، قل بسم الله الرحمن الرحيم. من الآن علمه بسم الله الرحمن الرحيم، قل بصوت عال، يتعلم. قول الحمد لله. هواي أكو جواعة، هواي أكو ناس ما عندهم مثل هذا. قول الحمد لله، هذا إلى آخر عمره عندما يقعد يقول بسم الله والحمد لله. يوم القيامة عندما يأخذ صحيفة أعماله، أكو في بعض الروايات يقول بسم الله الرحمن الرحيم حتى يوم القيامة، لأن متعود.
وإذا به يرى أن كل السيئات سقطت من صحيفة أعماله. يا الله وين السيئات؟ وينها؟ الله يقول أنت ذكرتني بالرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، مقتضى الرحمة، أنا أعاملك مقتضى الرحمة، كل السيئات راحة. يعني حتى يوم القيامة هذا التأثير باقي. إذا شفت أنه يلقي بفتات الخبز، ليش تلقي هذا الفتات؟ أكو ناس فقراء، هذا إسراء، هذا حرام. واحد يعلم، يربي، يأتي له بالأشرطة، يأتي له بالنشرات. الآن إحنا على أعتاب العطلة الصيفية، خلوهم في هذه الدورات الدينية حتى يتعلمون دينهم. حقيقة الآن كبارنا كثير منهم غير هؤلاء الذين نموا تحت منابر الحسين صلوات الله عليه. اسألوا قضية واحدة تعرف عن الإمام الحسن العسكري، اطرح في مجمع في ألف واحد قصة واحدة عن حياة الإمام الحسن العسكري. تعرف كم واحد من الألف يقول أعرف قصة واحدة عن حياة الإمام الحسن العسكري؟ رواية واحدة اقرأ عن الإمام المهدي، يعرف رواية واحدة عن الإمام المهدي؟ قضية واحدة عن الإمام الجواد، يعرف قضية واحدة عن الإمام الجواد؟ حقيقة هذه تربية الأولاد، هاي تربية البنات، هؤلاء الذين يعول عليهم في المستقبل.